جولتنا عفوا بمتابعه زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمقر الكليه الحربيه لحضور اختبارات كشف الهيئه للطلبه الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريه، حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مقر الكليه الحربيه الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه. وتابع السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة، مؤكدا أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية، يستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري. وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا وكذلك في المعلومات العامة، مشيدا بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام يشكل حائط صد منيع بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، وأوصاهم بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر. يعني عايزة دكتور مختار أقف هنا للرسائل اللي بعتها السيد الرئيس واتكلم فيها مع الطلبة المتقدمين لكليات العسكرية. يعني لما يختبرهم الرئيس نفسه في المعلومات العامة ويتكلم على الوعي ويتكلم على الثقافة ويتكلم على كده، شايف ده ازاي؟ يعني خلينا أقول لك بتبقى رسالة مهمة جدا للطلبة الجدد بالذات أن هناك اهتمام بالإرادة السياسية قمة السلطة التنفيذية بمسألة اختبارات الطلبة ونجاحهم أو معيار قبولهم أمام الكليات العسكرية أو الفنية، ودي مسألة بتدي زخم لهذه الاختبارات إلى حد كبير جدا وتبعدك عن شبهة الأمور الأخرى اللي بتبقى مرتبطة بمثل هذه الاختبارات، بمعنى أن القيادة السياسية بتبقى حاضرة وبتبدأ توجيه أسئلة، ومن خلال هذه الأسئلة بتعرف معلومات عن هؤلاء الطلبة، هم مين، القيود العائلية بتاعتهم مين، العائلات المنتمية إليهم مين، هل هم قادرين على أن هم يواصلوا هذه الرسالة الكبيرة بانتمائهم لهذه الكليات العسكرية ولا لا، ودي كلها أمور إلى حد كبير جدا بتضيف قوة للطالب اللي داخل، ومتصور أنه بتضيف له قيمة معنوية بأنه من ناقشه أو من يعني تحاور معاه إلى حد كبير جدا هي قمة السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية في هذا النطاق. طب دكتور مختار، يعني خليني أقول إحنا معتدين من رؤساء الجمهوريات إن هما بيروحوا حفلات التخرج، العرض العسكري، إنما المتقدمين للكليات العسكرية إن رئيس الجمهورية يروح ويتابع بنفسه ويشوف التقديم الإلكتروني ويشوف دلوقتي ويقعد في الاختبارات اللي بتحصل، يعني ده قمة المتابعة والدقة. خليني أقول ده جديد، ده شيء جديد، ده أنا ما شفتوش قبل كده. طبعا ده شيء جديد بالنسبة لك أنك أنت تبقى حاضرة مسألة الاختبارات الخاصة وكشف الهيئة، ده اللي هو الكشف الختامي أو الكشف النهائي للطالب اللي على أساسه هيخش هذه الكلية أو على أساسه مش هيكون في نصيب فيها، فأن يكون حاضر سيادة الرئيس في هذا الكشف وهو اللي يوجه الأسئلة وهو اللي يعمل عملية الاختبارات وهو اللي يناقش الطلبة، خصوصا إذا كانت مرتبطة هذه المعلومات بمعلومات عامة أو مرتبطة بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية، هل الطالب اللي داخل ده عنده معلومات، إنسان مثقف فاهم لطبيعة التجاذبات القوى الإقليمية والقوى الدولية، فاهم لطبيعة بناء الدولة الحديثة، دي كلها أمور من وجهة نظري مفترض أن تكون متوفرة في الطالب اللي داخل كلية عسكرية أو اللي منتمي لهذه الكلية العريقة بدرجة كبيرة جدا، وهو القائد القادم، يعني هو القائد المستقبل، هو اللي على أساسه إلى حد كبير جدا هتكون النظرة إليه، ومتصور أنه هناك نباهة من كثير جدا من الطلبة المتقدمين خصوصا عندما وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة من الاختبارات.